اهلا بكم اعزائنا المشاهدين الجديد في برنامجنا كنوز الحياه. معانا فقره ممتعه جدا اكيد هتعجبكم ان شاء الله. الفقره دي عن الورود وكيفيه تنسيق الورود وكيفيه عمل المناسبات والافراح اللي هي بيسموها الويدنج بلينر. يعني معانا الاستاذ احمد درويش صاحب شركه الورد للتجاره وتنسيق الورود والافراح. شرفتنا استاذ احمد. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازيك يا استاذ محمد؟ ربنا يخليك. شرفتنا يا فندم. انا عايز بس اقول حاجه مهمه يا جماعه. استاذ احمد درويش ملك في سوق الورود، والراجل ده انا يعني تعبت كتير قوي اول ما حاولت اطلعه معايا. جاله عروض قبل كده في قنوات كتير ان هو يطلع، الحقيقه ما بيطلعش. هو يعني الحمد لله ربنا وفقنا ان هو طلع معانا النهارده. ما بيطلعش، ما بيظهرش في الاعلام خالص. استاذ احمد درويش من الناس الكبيره جدا في سوق الظهور والورود في مصر، وفي نفس الوقت في مجال الافراح والمناسبات. هو تقريبا من كبار الناس اللي بتعمل افراح وايفنتس ومناسبات في مصر. عايز ارحب بيه واحييه جدا ان هو قبل يعني ان هو يطلع معانا في قنوات كبيره جدا. عرضت عليه ان هو يطلع معاها، الراجل الحقيقه ما رفض، يعني ما بيحبش يطلع في الاعلام. فانا بشكره ان هو لبالي طلبي يعني وطلع معايا النهارده. استاذ احمد منورنا. نورك يا ريس. عايزين نتكلم النهارده عن كذا حاجه مهمه. طبعا احنا مش هنعدي موضوع اللي احنا بنحتفل بيه كمان يومين ثلاثه، موضوع عيد الام. كل سنه نتكلم على عيد الام بس، يعني كل سنه وامهاتنا طيبه. لا يعني هنتكلم على عيد الام وشويه حاجات كده. انا وانا بعد الحلقه ويعني دورت عليك وبحثت عنك. انت اسطوره في عالم الورد في مصر. ربنا يبارك فيك. الله يخليك. من ساعه ما كنت صنايعي الى ان بقيت صاحب شركه كبيره في مصر. لا الحمد لله. ربنا يفتح عليك. احنا عايزين نتكلم عن عيد الام. عيد الام يا استاذ احمد، هل في بوكيهات معينه بتطلب منك، ولا انت بتعمل فرم للبوكيه او شكل البوكيه معين بتبقى موجوده بحيث ان هي اللي يجي ياخدها يجي ياخدها؟ وهل عامه عاده المحلات كل واحد بيجهز قبلها بيومين بثلاثه، بيعمل بوكيهات ورد، ومعظم بقى اللي هو الحاجات اللي هي الصغيره او الماما مثلا اللي بتبقى في من سن مثلا 20 ل 40 سنه تمام. دايما بتحب البنش في ايديها، بتحب حاجه تمسكها في ايديها يخش بيها ابنها عليها. بالنسبه لما الماما تكبر مثلا من سن 40 وانت طالع، يفضل ان هي تاخد بوكيه متنسق في طبق ازاز، في فازه ازاز، في حاجه زي كده، عشان ديت بتحط قدامها بتبقى مركزه فيها، يعني بتفرح لما بتشوف الحاجه قدامها. هو الورد دايما سعاده. الورد يعني بيخلي اي حد يتبسط نفسيا، في راحه نفسيه جامده قوي لما تبص الوردايه، او اي بني ادم بيقعد مع نفسه ويركز كده ويبص على زهرايه معينه او ورده معينه هو حاببها في دماغه. فديت حاجه جميله جدا. يعني الزهور عامه بتدخل البهجه على اي حد. طب حضرتك جايب النهارده معانا مجموعه. انا حبيت اعمل حاجه سريعه كده بالنسبه للماما الصغيره والماما الكبيره. طيب واحنا بنتكلم لقيت حضرتك طبعا مستر احمد ما بيعملش حاجه بايده مثلا من 20 سنه ولا حاجه، بس هو راجل مشكورا يعني هيعمل معانا النهارده. هو عنده ناس صناعيه كبيره جدا، بس هو قال لي لا انا هعمل بايدي عشان الناس تشوف وهو بيعمل. يعني هنعمل حاجة سريعة كده ديت للماما الصغيرة. تمام. طبعا المامات الصغيرة بتحب طبعا بانش تشيله في ايديها او حد يخش عليها بيه، بتبقى حاجة شكلها طبعا حلو. ده البانش اللي هو بيتمسك في الايد كده يا استاذ. ده البانش اللي بيتمسك في الايد. انا عرفت ان حضرتك عامل زي اكاديميه كده لتعليم منسقين الظهور والافراح والكلام ده. هو الموضوع ده يعني الحاجات ديت بنحاول نفهم مثلا الناس الطريقه بتاعت انا عارف ان عندك خريجين كتير يعني.
لا الحمد لله، يعني ده حاجه ان هي تشرفنا ان احنا يبقى في ناس تحت ايدينا كتير وناس بتتعلم. حضرتك بتدي شهادات معتمده يا استاذ احمد في سوق الزهور، لان حضرتك طبعا من الناس المعروفه في سوق الزهور، ومعروف يعني مين هو احمد درويش. فحضرتك بتدي شهادات معتمده، اللي عايز بياخد الشهاده طبعا بتدي له تدريبات عمليه. يعني هو اللي هو متخرج من عند احمد درويش دي حاجه كويسه ليه يعني ان شاء الله. بيروح عند اي مثلا ويدنج بلانر يقول انا كنت عند احمد درويش، ف على طول في السي في بتاعه بيشتغل على طول. بيشتغل ان شاء الله، يعني ان هو اشتغل معايا في المجال او فهم مثلا الدنيا ماشيه ازاي، فبتبقى العمليه سهله يعني. هو تعليم وتنسيق الزهور يا مستر احمد صعب ولا سهل؟ لا هو التنسيق والحاجات دي بتبقى صعبه، لان ده بيبقى لازم البني ادم نفسه يبقى عنده ذوق. عنده تالنت كده او عنده موهبه في تشكيل الورود والزهور. طبعا لازم يبقى في عنده روح الفن يعني. لازم عشان ينتج حاجه او يطلع حاجه من تحت ايده لازم يبقى عنده لمسه، لان يعني لو مش عنده لمسه اساسا مش هيعرف يطلع الحاجه. طبعا لازم تبقى الحته دي موجوده عنده. يعني لازم يبقى عنده التالنت الاول، الموهبه دي ان هو يعمل. طبعا ده اكيد. لازم يبقى موجود عنده الحته دي على سبيل ان هو يطلع حاجه كويسه يعني. يبقى فيها لمسه وفيها شكل وفيها كل حاجه. الورد الاحمر ده اسمه ايه؟ اكيد ليه اسم يا استاذ احمد. ده ورد احمر يعتبر ده مستورد. ف يعني ان شاء الله دوت يعني ده الحاجه الوحيده اللي هنستخدمها مستورده. بعد كده نشتغل بقى في الحاجات كلها المصريه، لان انا بحب نعمل الحاجات اللي هي المصري. ده بالنسبه للبوكيه. ده اللي هو للماما الصغيره. دي للماما اللي هي انت بتقول سن 30 35. لحد ال 40 سنه بيخش سنة. بيخش بيه مثلا عليها بيبقى. طب وريه لنا كده في الكاميرا. جميل جدا، تسلم ايدك. يعني ده بيبقى بيخش بيه على مامته وبيبقى شكله حلو. طب يا مستر احمد بقى، لو انا حاولت اعمل كده زي ما انت عملت، وطبعا انت عملتها في دقيقه او دقيقه ونص، انا لو جبت الحاجات دي وحاولت اعملها هعرف اعمل كده زي ما انت عملت ولا مش هعرف؟ اكيد لا، اكيد لا. هي طبعا خبره يعني. في خبره يعني، مش مش اي حاجه تتعمل. بالنسبه للماما بقى اللي هي ايه الكبيره اللي هي ست الكل. ديت بنبدا نعمل حاجات، يعني هنعمل لها بوكيه بقى اللي هو يترشق في ويسز اللي هو يفضل في مكانه. الفوم ده بنستورده من بره، بس كل الحاجه ديت ده اسمه ويسز. اللي تحت ده، اللي تحت ده اسمه ويسز. ده عباره عن ايه يا استاذ احمد؟ ده فيل بيحتفظ بالميه. او ماده اسفنجيه بيحتفظ بالميه. لفتره طويله. فبيخلي الزرع يشرب منه ويعيش، ويعيش فتره اطول، ويعيش فتره اطول. ده ايه اللي حضرتك بتحطه ده؟ ده حاجه اسمها انتر هينم. انتر هينا، انتر هينم ده مزروع هنا في مصر. ده انتاج محلي. طب كويس جدا، احنا عندنا الحاجات الجميله دي في مصر. عندنا كل حاجه في مصر بس عاوزه اهتمام. يعني احنا في جو عندنا في مصر اساسا لو استخدمناه، المناخ بتاعنا صالح لل، هو صالح. وفي حاجات يعني سانت كاترين عامه لو وصل لها الميه هيبقى الورد بتاعنا احسن من الورد المستورد. يعني ممكن نبطل نستورد من بره. جميل، لان الجو بتاعها هناك ممتاز صالح للورديه نفسها. طب بالمناسبه يا استاذ احمد، طب كلمني كده عن سوق الورد والزهور في مصر، بما انك بتقولي ده احنا عندنا مناخ كويس. عندنا مناخ كويس وبنزرع فيه ورد وبنصدر ورد لبره. بنصدر كمان؟ بنصدر طبعا، بنصدر للدول العربيه وبنصدر يعني في حاجات بنصدرها كتير. طب بالمناسبة دي احنا عندنا بورصة لسوق الوردة يا مستر احمد؟ والله هو ده اللي يعني بنفكر فيه حاليا. ان هو يبقى عندنا بورصة وسعر ثابت. يبقى في المجال بتاعنا على سبيل الناس كلها، مش يبقى كل واحد بسعر. طبعا كبار المزارعين هم اللي بيتحكموا في سعر السوق عشان مفيش بورصة. اكيد يعني لو في بورصة مش بيبقى الدنيا هتبقى محكومة شوية. لا بيبقى عندهم الانتاج كتير، فبتلاقيه بايه بيخفض السعر عشان يبيع. انما لما يبقى السوق مريح عنده بيخفض السعر، لما يبقى السوق شادد تلاقيه هو نفسه بيرفع السعر.
فبيبقى الناس متأذية بس مش قادرة تتكلم لأن هو ده اللي موجود. لكن احنا لو عملنا بورصة في مصر التجارة دي هتبقى أكثر رواجا وهتبقى الأسعار شوية يعني قليلة شوية وفي يد الجميع وهتلاقي الناس كلها بتتعامل بالورد. يعني أنا نفسي كل مناسبة يبقى فيها اللي هو إيه عندي مناسبة هحط ورد. كان هو ده سؤالي يا أستاذ أحمد اللي جاي، ليه الناس كلها ما عندهاش ثقافة الورد دي؟ هو عشان يعني هل الأسعار بتتحكم شوية في ال هي الناس يعني بتبص يعني لها كأسعار بس يعني قصدي الطبقة اللي هي أقل دخلا تمام. طبعا هو في دماغه مش هيروح يجيب هدية لوالدته ورد، طب ما يروح يجيب لها مثلا خلاط مش عارف حاجة تنفعها في البيت. فأنا عايز الثقافة بتاعت الورد دي إزاي ننميها في مجتمعنا؟ ما هو ننميها ديت لما الحاجات تبقى مريحة عند الناس، يعني اللي هو إيه يجيبها وما يحسش بسعرها، ما يحسش بالفرق دوت. هتلاقي الناس كلها بتشتغل في الحاجة دي لأن الحاجة ديت كل الناس بتحبها. يعني كل الناس عامة والستات بالذات بتحب الحاجة دي أكتر. لان الستات دايما بتبقى هي اللي منظمه وهي اللي بتحب الحاجه اللي هي فيها فن وبتحب الورد عامه، لما بتبص للورد بترتاح نفسيا. فيعني حتى هو حاجه مبهجه يعني حاجه ما هي اكتر حاجه فيها بهجه الورد. يعني هتروح ايه تجيب لها مثلا تورتايه ولا حاجه مش هتقتنع بيها، لو دخلت بوردية عامه هتحس ان انت جايب لها حاجه. يعني فالورد دوت ثقافته كبيرة جدا بس عاوزة البني آدم اللي يقدره شوية. وفي نفس الوقت يبقى في متناول الجميع، ما يبقاش هو ده اللي مثلا احنا بنتكلم عليه. سعر البوكيه واتيفر كام سعره غالي قوي يعني ما يقدرش حد دخله قليل يجيب بوكيه ورد. لا يعني احنا بنتكلم يعني الكلام ده لو البورصة اتعملت فعلا او انشئت في مصر هيبقى معروف سعر شوية الورد. يعني اي حد هيخش على سعر الورد هيبقى عارف مثلا الورد دوت تكلفته كام. اي نعم في صنعه وفي فن وفي ايجار وفي حاجات زي كده بس السعر مش هيبقى ضارب. يعني انا سمعت يا استاذ احمد طبعا عن طريق بحثي برضو عن حضرتك ان انت دلوقتي بتعمل حاجه لصفحتك ان انت هتبيع اونلاين، يعني انت هتحط تعرض بوكيهات كده على النت وباسعارها تمام وهيبقى متاح اونلاين. يعني انا مثلا هتصل على حضرتك اقول لك انا عايز الكود الفلاني ده فحضرتك بتبعته لي وسعره بيبقى معقول. ده بالنسبه للبوكيهات والحاجات دي يعني انا بفكر فيها ان شاء الله وهعملها في المناسبات لان انا بصراحه بشوف اللي ايه العمليه يعني بتبقى جامده قوي على الناس. فحبيت الاسعار بتبقى فانا حبيت ان شاء الله يعني فكرت فيها ان انا هعمل حاجه زي كده بحيث ان الدنيا ما تفتحش من الناس اللي عاوز حاجه مثلا يبقى تلاقي حاجه في متناول الناس. يعني تبقى حاجه في الحنين ما تبقاش ايه ما تبقاش حاجه عاليه قوي الناس ما تقدرش تشتريها. ما تبقاش مضلعه بالنسبه للناس. طب انا عايزك تقولي بقى بداياتك يا مستر احمد كده لان انا عرفت ان انت ابتديت صبي ثم صنايعي ثم يعني احكي لي كده الدنيا ايه. لا هي البدايه يعني ده قصه كبيره قوي يعني. قولي وانت شغال كده. يعني انا ابتديت اصلا كنت لسه صبي والحاجات ديت من بدري في كوربا في محلات ورد هناك. فبدات الشغل دوت عبال ما اتعلمت خدت فتره برضو وبعدين بدات اتنقل بقى في محلات تانية وكده والحمد لله كنت بوصل بسرعه لاني كنت الحاجه اللي انا كنت بتحبها فمجتهد فيها لا كنت بنتج. يعني انا كنت بنتج كنت الحاجه مثلا اللي بيعملها اتنين مثلا كنت بعملها لوحدي وانا حابب كده. دي موهبه بقى استاذ احمد. هو البدايه نفسها ما كانتش موهبه ولا حاجه. البدايه نفسها كان شغل بالنسبه لي. فانت اي حاجه عامه او اي بني ادم يفكر في شغل ويبدا يحب الحاجه دي تحبه فهتديله فهيديلك هيديلك والحمد لله يعني هيديلك بوفرة يعني تمام. بس اهم حاجه احب الحاجه اللي انت بتعملها. جميل جدا. طب احنا عايزين نخش بقى في نقطه تانية مش عارف انت ما كنتش عايز تتكلم فيها ليه. موضوع الافراح. الافراح ده قصه تانية يعني هنتكلم عليها كده باقتداب يعني بشكل مبسط كده الناس تعرف. بس يعني انا عندي شويه اسئله كده عن الافراح
ليه الناس بتعتمد في الافراح يا مستر احمد على الزهور والورود والاكسسوار؟ يعني 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 الاكثر يعني 70% مثلا بيبقى من الفرح لطبقه معينه، مش بتكلم على كل الطبقات يا جماعه، بتكلم في طبقه معينه. ان معظم الافراح الكبيره بيبقى الاعتماد على الورود اكتر والاكسسوار، 70% تقريبا من ال. انت شايف مثلا حاجه تبهج او حاجه تفرح اكتر من الزهور؟ ما هو ده ده شيء طبيعي بقى. يعني انا دلوقتي انا شايف ان انا لما احط ورد واحطه بحاجه كويسه وحاجه شيك هيزين المكان، لان الورد نفسه عباره عن بهجه وفرحه. فانت كده بتفرح الناس اللي حواليك بكميه الورد او الحاجه اللي انت بتحطها ديت، بتبين شغلك او بتبين الحاجه اللي انت حاططها. فانت بتبسط الناس اساسا. انت الناس ديت معزومه عندك عشان ايه؟ مش عشان تتبسط؟ طبعا. فهتتبسط ازاي من غير ورد؟ يعني شيء طبيعي لازم تحط ورد. لان الحاجه ديت كل ما هتحط الورد هتلاقي الدنيا حلوه معاك. فمشوار اللي هو الورد والحاجات ديت بالنسبه للافراح ده قصه كبيره جدا، ولو قعدنا نتكلم فيها مثلا دي عاوزه كام حلقه لوحديها. تمام يا جماعه، احنا عندنا دلوقتي الاكاديميه بتاعت مستر احمد درويش بتعمل كورسات وتعليم لتنسيق الزهور والافراح. يا ريت يا جماعه تعرضوا لنا العنوان على الشاشه كده، او العنوان معانا على الشاشه. اللي حابب يتعلم المهنه دي او الموضوع ده يتواصل. هو الموضوع كبير عشان ما فيش حد هيتعلمه بالسهل. لا طبعا، ما هو يعني اللي عايز يبتدي الخطوه دي يتواصل مع مستر احمد درويش في ارقام واتساب اهي، وفي العنوان. تمام، بيت الورد، مستر احمد درويش بيدي شهادات معتمده. طبعا استاذ احمد معروف جدا في سوق الورد، من كبار المنسقين وكبار مصممي الافراح في مصر. دي حاجه بسيطه كده طبعا بنعملها بس عشان ايه؟ ناخد خلفيه. ممكن معانا يا جماعه معانا الشغل بتاع مستر احمد اهو. لا ديت مش الشغل، يعني ديت حاجه بسيطه. لا انا بتكلم على معانا على الشاشه الشغل بتاع مستر احمد في الافراح وفي المناسبات. تمام، ولما نخلص ده فرح، دي في مناسبه من مناسبات يا استاذ احمد. دي في مناسبه ايه لو سمحت؟ بص معايا كده، ديت كنت عاملها في اللوبي. عيد الحب ده ولا ايه؟ لا لا، ده كان في كريسماس. ده في الكريسماس في في لوبي فندق ايه يا مستر احمد؟ ده كان في ميراج. في ميراج. تمام. مستر احمد طبعا بياخد يا جماعه في فنادق كبيره ومعروفه، بياخد شغله في فنادق كبيره ومعروفه. ده نفس في نفس اللوبي يا مستر احمد صح؟ ايوه ايوه، ده في اللوبي بتاع ميراج. ده شغل حضرتك؟ ده شغلي. تمام. هو ده حاجات اللوبي بتاعت الفنادق دي حاجه تانية برضو، يعني دي قصه تانية. الموضوع متعدد، يعني الموضوع شغله متعدد. ايوه شغله بوكيهات متعدد. منفصله. شغل تنسيق ورد، شغل افراح. شغل لوبيس. كل حاجه ليها شغلها. كل يعني حاجه ليها انت شغل. المجال واسع جدا، وعشان تتكلم فيه دوت مش سهل. طيب حضرتك بقى لما بتيجي، انا دلوقتي عايز اجي اتمرن عندك في الاكاديميه على تنسيق الزهور وتنسيق الافراح. هل بتديني كل الحاجات دي او المعلومات دي بحيث ان انا اعرف اتعامل بعد كده قدام؟ ولا طبعا اكيد بتبتدي خطوه خطوه، بس خطوة هل باخدها كلها يعني في الكورس؟ عمرك ما هتستوعبها كلها، يعني انا مجال الافراح ده انا فيه من 91. غير مثلا الورد اللي كنت بشتغل فيه بوكيهات وحاجات زي كده في المحلات ده من قبلها بفتره. فان انت عشان تستوعب كميه الحاجات دي كلها في وقت قليل دي صعب. فانت هتاخد منها يعني حاجات معينه تفهمها او تبدا تتعامل بيها مع الناس. انما عشان تبقى فاهم كل حاجه دي صعب. هو القصه مش ان انا ابقى فاهم كل حاجه، بس هل بتديني انت الماتيريال بتاعت كل حاجه؟ يعني انا جاي اخد عندك كورس دلوقتي عايز اعرف
واحدة واحدة هنبدأ مع بعض. نبدأ ازاي؟ مثلا لو هنعمل سنتر بيس، هنعمل بوكيه، هنعمل كوشة. معلش عشان الناس بس اللي مش عارفة تعرف ايه سنتر بيس. السنتر بيس دوت اللي هو بيتحط في نص الترابيزة، ده يعني في نص ترابيزة الفرح. في نص ترابيزة الفرح دوت مثلا ممكن تعمل منه 100 شكل. في حاجة اسمها كات ووك. الكات ووك ده الممشى بتاع العروسه دوت بيتعمل، ده حاجه تانية. ده برضو يعني المداخل وحاجات زي كده. ده برضو بتعمل ليها شكل الورود والازهار وال كل حاجه لها شكل معين. الفكره نفسها بتيجي من عند الويدنج نفسه او العروسه نفسها. بتختار نمط معين او شكل معين واحنا بنبدا ننفذ عليه كل حاجه. تصمم انت بقى. بصمم عليه كل حاجه. انت بتاخد الفكره من العريس والعروسه. طبعا. وبتبتدي تظبط بقى تصميماتك على الفكره بتاعتها، على الفكره بتاعتها، عشان ده هي اللي هي نفسها فيه او هي ده اللي حباه. انما انا بالنسبه لي كل حاجه سهله بالنسبه لي. لان ديت خلاص انا بالنسبه لي كل حاجه عندي تنسيق. وبنستخدم بقى استاذ احمد الزهور الطبيعيه بتاعتنا دي، ولا في ممكن نستخدم صناعي؟ هو الصناعي دي بتبقى في الحاجات الضخمه اللي هي بتكلف جامد. يعني دي على حسب الكوست، على حسب الكوست بتاع الفرح. ايوه طبعا. يعني انت بيقول لك مثلا انا الكوست بتاعي او البادجت بتاعي اللي انا حاطه في دماغي قرشين، فانت على هذا الاساس بنشتغل عليه. انا بشتغل عليه. فتحط له بقى شويه طبيعي شويه صناعي على حسب الكوست بتاعه. بالظبط. لا الا اذا لو هو طلب طبيعي مثلا كله. طلب طبيعي كله في طبيعي، يعني انا ده كله كده عندي مصري. الشكل ده كله مصري. عايز اشكر حضرتك استاذ احمد في حضورك معانا النهارده. لا لا، تحت امرك. انا اللي شرفت. كنت ضيف مميز عندنا، ربنا يخليك يا فندم، وميرسي لوجودك معانا. وكل سنة وأمهاتنا بخير، وكل سنة وأمهاتنا طيبين. ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة والمتوفي. ربنا يرحمهم. متشكر جدا على الأشكال الجميلة اللي حضرتك عملتها معنا دي، ولينا لقاء تاني في برنامجنا كنوز الحياة. متشكر ليكم يا جماعة، وكل سنة وأمهاتنا طيبين. في لقاء قادم بإذن الله معكم محمد سلطان.